خلاص كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان ويقين إلى يوم الدين، واجعلنا منهم بفضلك وجودك يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين. نسألك مولانا من فضلك العميم وفيضك العظيم أن تعلمنا علما نصير به كاملين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، وألبسنا ملابس أنوارك. خذ بأيدينا إليك في كل أحوالنا. اللهم اجمعنا مع الصالحين، واكتبنا في الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للذين سبقونا إليك على الإيمان. اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان. يا الله يا رحمن يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده، نواصل حديثنا من كتاب التنوير في إسقاط التدبير لسيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري، وهو في دائرة التصوف، يحدثنا عن أهل الدنيا وأهل الآخرة. فكل واحد منا أعطاه الله شيئا في دنياه، فمنا من أخذ الدنيا للدنيا، ومن أخذ الدنيا لدنياه خسر دنياه أخرى. وإن كان في ظاهر الأمر أنه يعيش مالكا ويعيش له حياته ويعيش كما يرضى عن نفسه، لأنه نسي أن له آخرة، لكن هناك من أخذ دنياه لأخراه، فهذا هو الذي يعد في الصالحين وفي الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكنا قد وصلنا في هذا الموضوع إلى الآية التي ثبتها في النهاية، وهي قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا لأهل الآخرة، يعني تراه يعطي للذين من حوله ولو كان في حاجة ماسة إلى ماله، لكنه يرى أن جاره الذي بجانبه يحتاج للذي هو في حاجة إليه، فيؤثر
جاره على نفسه ولو كان بهم خصاصة. ووصلنا إلى نهاية هذا المقطع، كذلك طيب اقرأ بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين آمين آمين. ويكفيك في ذلك خروج عمر رضي الله تعالى عنه عن نصف ماله. حينما أراد صلى الله عليه وسلم غزو الروم في بلاد الشام، فكان صلى الله عليه وسلم يوري دائما، يعني يخفي دائما المقصد الذي سيكون عليه، يعني كان لا يقول سنغزو في جهة كذا ولا يصرح إلا ببعض الأمور الخواص، لكن في هذه الغزوة صرح النبي صلى الله عليه وسلم للجميع أن الغزوة في شدة الحر، والغزوة بعد سفر طويل، وأن الغزوة تحتاج إلى تحمل المشاق في السير في الجبال، فكل واحد يهيئ نفسه ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. سيدنا عمر أتى بنصف ماله. نعم. وخروج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهم أجمعين، عن ماله كله، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ماذا تركت لأولادك؟ يعني ويرى أن كل ما عنده جاء به لرسول الله. وقال سيدنا أبو بكر الصديق: تركت لهم الله ورسوله. يعني هذا يكفيهم أنهم يتعلقون بالله وبرسول الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. وخروج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه عن 700 بعير موقرة. أيوة، موقرة الأحمال، يعني 700 بعير محملة، يعني بالمطاعم بالأقمشة بكذا مما يحتاج إليه في السفر الطويل. 700 بعير، سبحان المعطي الوهاب، هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. وتجهيز عثمان رضي الله تعالى عنه جيش العسرة، العسرة، نعم، إلى غير ذلك من حسن أفعالهم وسنى أحوالهم وسني أحوالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى رجالا بدأوا حياتهم مع الله وانتهت حياتهم برضوان الله عليهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وتضمنت الآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طبعا قضى نحبه يعني مات، ومنهم من ينتظر يعني بقي على قيد الحياة، وما بدلوا تبديلا أي ما غيروا في صلتهم مع ربهم بأي تغيير يكون، وإنما كلما مرت عليهم الأيام زادت علاقتهم بمولاهم. نعم. الإخبار عنهم بسر الصدق الذي لا يطلع عليه أحد إلا الحق سبحانه وتعالى، وذلك ثناء عظيم وفخر جسيم، لأن ظواهر الأفعال قد تلبس فيها الأحوال فيما يرجع إلى علم العباد. يعني ظواهر الأفعال أحيانا يدخل فيها المظاهر الكاذبة وكلام الناس على من ظهر حاله، لكن الصدق هذا سر من أسرار الله في قلب العبد لا يعرفه إلا الله،
ولذلك الناس يعملون ولكن كل على نيته، ومن يعلم نيات العباد بعد الله عز وجل؟ لا أحد، الله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. نعم. فتضمنت الآيات التزكية لظواهرهم وسرائرهم وإثبات محامدهم ومفاخرهم. نعم. فقد تبين من هذا أن تدبير الدنيا على قسمين. نعم. تدبير الدنيا للدنيا كما هو حال أهل القطيعة الغافلين. ولذلك في مصر الذين ملكوا الأراضي الواسعة بآلاف الأفدنة سموا بالإقطاعيين، ويكفي أنهم سموا بهذا الاسم لأنهم انقطعوا للأرض التي يعيشون عليها وانقطعوا عن ربهم، ثم انقطعوا عن آخرتهم وخرجوا من دنياهم لم يأخذوا شيئا من أموالهم وصاروا تحت التراب، والذين من حولهم ورثوا ما جمعوه في حياتهم، ولذلك خسروا دنياهم وأخراهم. ماذا فعلوا؟ نعم. وتدبير الدنيا للآخرة كحال الصحابة المكرمين والسلف الصالحين. يعني السلف الذين سبقونا على الإيمان والصلاح كانوا على هذا الحال، لو ملكوا الدنيا بكل ما فيها لجعلوها في أيديهم ولم تدخل قلوبهم، لأن قلوبهم شغلت بذكر الله، يعني ليس فيها مكان لهذه الدنيا، إنها مكانها في أيديهم يوزعونها على الذين من حولهم لنفعهم في آخرتهم، يعني لا ينتفعون بها لدنياهم إنما ينتفعون بها لآخرتهم، ويأخذون حظهم بشريعة الله في دنياهم، أقل ما فيها يعني أقل ما في الدنيا يكفيها. نعم. ويدلك على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأجهز الجيش وأنا في صلاتي. يا سلام. إني لأجهز الجيش وأنا في صلاتي، أي في اتصالي بربي، يعني وأنا موصول بالله أجهز كل شيء أحتاج إليه في جيشي وفي حياتي، يعني لا ينقطع عن صلته بربه أبدا حتى ولو كان يقوم على تجهيز جيش للقاء العدو. الجيش يجهز والقلب متواصل، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم وأدبهم فأحسن تأديبهم رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في الآخرة. آمين. نعم. لأن تدبير عمر رضي الله تعالى عنه على المعاينة والمواجهة فهو إذن تدبير لله، فلذلك لم يكن قاطعا صلاته ولا منقصا من كمالها. من كمالها. نعم. فإن قلت: قد زعمت أن ليس منهم من يريد الدنيا، وأنزل الحق سبحانه وتعالى في شأنهم يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما كنا نظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم. فاعلم وفقك الله تعالى للفهم عنه. آمين. وجعلك من أهل الاستماع منه. آمين. أنه يجب على كل مؤمن أن يظن بالصحابة الظن الجميل. نعم. وأن يعتقد فيهم الاعتقاد الفضيل، وأن يلتمس لهم أحسن المخارج في أقوالهم وأفعالهم وفي جميع أحوالهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته، لأن الحق سبحانه وتعالى لما زكاهم تزكية مطلقة لم يقيدها بزمن دون زمن، وكذلك تزكية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بقوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
وكان يقول الله الله في أصحابي، يعني اذكروا الله في أصحابي، اذكروا الله في أصحابي، إذا ذكر أصحابي فكفوا، يعني حتى لو كان هناك خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي والتشريع فهذا فهم يجوز على كل واحد، لكنهم لم يتجاوزوا حدود الله ورسوله التي عرفوها من سيد الأولين والآخرين. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لأحد أن ينظر في أقوالهم ولا في أفعالهم. سيدنا الإمام مالك كان يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم تشريع، لماذا؟ لأنهم أخذوا أفعالهم على سنن أفعال رسول الله، يعني على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال لو أنهم قالوا الصحابة إن الغسل في اليدين إلى المرفقين وزادوا بعدها شيئا نفعل فعلهم، لماذا؟ لأنهم فعلوا ما عاينوه بأبصارهم في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعلهم تشريع، لأنهم الذين أخذوا الشريعة من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم يا سيدي. وعن هذه الآية جوابان، أحدهما منهم من يريد الدنيا للآخرة كالذين أرادوا الغنيمة ليعاملوا الله بما يأخذونه منها بذلا وإيثارا، ومنهم من لم يكن ذلك مراده، إنما كان مراده تحصيل فرض الجهاد لا غيره، فلم يلوي على الغنائم ولم يلتفت إليها. يعني منكم من يريد الدنيا للآخرة كالذين أخذوا الغنائم وأرادوها، وهي دنيا لكنهم أرادوها لعمل الآخرة، ولذلك بذلوها وآثروا الذين من حولهم على أنفسهم. هذا هو فريق الذين أرادوا الدنيا للآخرة، ومنهم من أراد الآخرة فقط فلم يأخذوا من هذه الغنائم شيئا، وإنما عاشوا حياتهم يبذلونها في سبيل الله، يريدون بذلك الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. وكذلك كانوا يعيشون وفي أعمالهم يسيرون، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فمنهم الفاضل ومنهم الأفضل ومنهم الكامل ومنهم الأكمل، يعني كلهم على خير، لكن تتفاوت الدرجات بين الفاضل والأفضل والكامل والأكمل وهكذا. يعني مثلا نحن عندنا في درجات الطلاب الامتياز من 90، لكن هناك من أخذ 100، إذن هذا فاضل من أخذ 90، وأفضل منه من أخذ 100، والكل على درجة واحدة وهي ممتاز. إذن الدرجة عند الله عز وجل تتفاوت بحسب القوة التي يكون عليها في درجتها، لكن كلهم من أهل الفضل، لكن هناك فاضل وهناك مفضول. نعم. الجواب الثاني أن السيد يقول لعبده ما شاء، وعلينا أن نتأدب مع عبده لثبوت نسبته منه، فليس كلما خاطب السيد به عبده ينبغي أن ننسبه للعبد، ولا أن نخاطبه به، إذ للسيد أن يقول لعبده ما شاء تحريضا لعبده وتنشيطا لهمته وقصده، وعلينا أن نلزم حدود الأدب معه. نعم صحيح. يعني الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وهو عبده، ودرجة العبودية أعلى درجات النبوة والرسالة، سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. إذن درجة العبودية أعلى درجة،
أحد الصالحين أرسل الله إليه ملكا في صورة إنسان يسأله، قال له: كم عبدت الله عز وجل؟ يعني كم سنة؟ قال: حياتي كلها وأنا فوق 60. قال: لو أن الله عز وجل في الآخرة قال لك ادخل النار، فماذا تقول؟ سكت، ثم قال له: يا أخي، أنا عبد، وشأن العبد العبودية، وهو إله، وشأن الإله لا يعلمه إلا هو، وهو أرحم الراحمين. فكانت هذه إجابة مفحمة. لماذا؟ لأنه علم أن ربه عز وجل يفعل ما يشاء، ولكنه سمى نفسه رحمانا وسمى نفسه رحيما، وقال في كتابه: ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وإن تصفحت الكتاب العزيز وجدت فيه كثيرا، منها سورة عبس، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه السورة. لأن عبس من العبوس، والذي فعل العبوس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة قالت: لو كان صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا من الوحي لكتم هذه السورة، لأنها دلت على أنه يعني عبس في وجه الرجل الذي أتاه وهو من أصحابه المحبوبين لديه. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر ما كان. قال: لو كتم شيئا لكتم هذه السورة، لكنه لم يكتم شيئا أبدا. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. نعم. فقد تقرر من هذا أنه ليس إسقاط التدبير الممدوح ترك الدخول في أسباب الدنيا والفكرة في مصالحها، ليستعين بذلك على طاعة مولاه والعمل للأخرى، وإنما التدبير المنهي عنه هو التدبير فيها لها. التدبير فيها لها، يعني في الدنيا للدنيا، وإنما إذا كنت تدبر في الدنيا للآخرة وليكون لك ثوابك عند مولاك، إذن فأنت في تدبيرك هذا ممدوح وعملك محمود، ولك الثواب في دنياك وفي أخرى. نعم. وعلامة ذلك وعلامة أنه دبر الدنيا للدنيا أن يعصي الله تعالى من أجلها. من أجل إيه؟ أجل الدنيا، لأنه طالما يعيش للدنيا لو تعارضت مع طاعة الله لا ترك طاعة الله ودخل في دنياه، وعصى مولاه لأنه يريد هذه الحياة. نعم. وأن يأخذها كيف كان من حلها أو غير حلها. أو غير حلها. أما الذي يعمل للآخرة فإنه إذا جاء شيء فيه شبهة يتركه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما الذين يعيشون لدنياهم فإنهم يريدون الدنيا حتى ولو كانت بالمعاصي، يعني الذين يأخذون الأموال من الأبواب التي لا يصلح أن نأخذ منها المال، كالتزوير والرشوة والسرقات، ويعمل العمل الذي ليس كاملا ويأخذ أجره كاملا، أو لا يعمله ويطلب الأجر عليه، كل هذا يجعل
الإنسان ساعيا لدنياه ناسيا مولاه، إذا ضاعت منه الحياة. كان أحد شيوخنا ونحن في القسم الثانوي في السنة الخامسة الثانوية، كان يأتينا في الصباح قبل السابعة ليعطينا درسا في التفسير من السابعة إلى الثامنة، ثم يبدأ درسه في جدوله، يعني درسه العادي من الثامنة، وكانت هذه الساعة يوميا من السبت إلى الخميس. هل أخذ شيئا من دنياه من إدارة الأزهر والمعاهد؟ أبدا، إنما جعل هذا خدمة لكتاب الله وتكريما للطلاب الذين جاءوا يتعلمون ما يستطيعون من كتاب ربهم. مر على هذا طوال العام، ولذلك لما كان في آخر حياته حدث له شيء في حلقه فأقاموا له عملية، قال الأطباء ربما يحدث شيء في صوته، يعني إما أن يكون يعني صوتا فيه خشونة فيه حشرجة، وربما توقف وأصبح يشير ولا يتكلم. بعد أن انتهوا من العملية وبدأت عليه علامات التحسن كان صوته أقوى مما كان. قابلته هنا في شارع الأزهر، طبعا هو شيخي وأنا كنت صرت مدرسا في الكلية، فسلمت عليه ووجدته يتكلم في العلم وهو في الشارع مع واحد من إخواننا. فلما جلست معه في سيارة خاصة فقال لي بعد العملية صار صوتي كما ترى خيرا مما كان، قال وهذه بركة القرآن الكريم، لأني كنت أعيش بصوتي مع كتاب الله، فكيف يتأثر الصوت بشيء سواه؟ القرآن الكريم هو الذي كانت له بركاته على صوته، وعاش الشيخ على هذا الحال إلى أن رحل إلى الله رحمه الله رحمة واسعة. نعم يا سيدي، نصل إلى ذم الأشياء ومدحها. طيب نتوقف هنا لتكون بداية في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. وننتقل إلى صورة أخرى من الصلة بالله، ولكن عن طريق قواعد اللسان التي في النحو القرآني، ولكن هذا النحو فيه إشارات إلى ما في القلوب من المعاني، ولذلك سمي بنحو القلوب. نحو اللسان الأمر فيه ميسور، تستطيع ضبط الكلام وينتهي الأمر، أما نحو القلوب فإنه يعطيك إشارات إلى هذه المعاني التي تكمن في قلب المتكلم، ومن خلال هذا الكتاب كتاب نحو القلوب الصغير والكبير لأبي القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 65 بعد 400. قد وصلنا إلى الفعل المضارع. طبعا في نحو اللسان عرفنا أن الفعل المضارع هو الذي يدل على أن الفعل حاصل في الزمان الحاضر ويمتد إلى المستقبل، ولذلك المضارع له زمانان وله حكمان، يعني يكون معربا ويكون مبنيا.
أما الفعل الماضي فإنه في الزمان الماضي فقط، وفعل الأمر في الزمان المستقبل فقط. فلما كان للماضي زمان واحد وللأمر زمان واحد فلهما حكم واحد وهو البناء. إذا المضارع له حكمان لأنه يعيش في زمانين، في الحاضر والمستقبل. وأما الأمر والماضي فكل منهما يعيش في زمان واحد، وعلى هذا فله حكم واحد وهو البناء. فالماضي مبني والأمر مبني، وأما المضارع ففيه المبني وفيه المعرب. لماذا؟ لأن له زمانين، فما له زمانان له حكمان، ما له زمان واحد له حكم واحد. هذا كله في نحو اللسان، لكن تعال إلى نحو القلوب، ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الفعل المضارع. وفعل الحال، فعل الحال يعني المضارع الذي يكون في الحال، يعني في الوقت الذي أنت فيه، يعني وقت التكلم. وفعل الحال مرفوع، هو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لأنه ينصب إذا سبقه ناصب، ويجزم إذا سبقه جازم. وسيد ابن مالك رحمه الله قال: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. بيت سهل، ارفع مضارعا إذا يجرد من من ناصب وجازم، مثله كتسعد. تسعد فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، إذن حكمه الرفع. إذا مرفوع لأنه لم يؤثر فيه شيء ينصبه ولا شيء يجزمه. نعم. ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فالناصب رؤية العبد لفعله. دخلنا في الإشارات. ما الناصب؟ أصل كلمة ناصب يعني واقف منتصب، وناصب أيضا يعني متعب. فلان يعيش في نصب، يعني في في تعب. ولذلك جاء هذا الفعل في سورة الشرح في نهاية السورة: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب يعني اتعب. إذن النصب التعب، وانصب يعني اتعب، ولذلك ناصب يعني متعب. فالناصب يعني المتعب رؤية العبد لفعله ما شاء الله. يعني إذا رأى العبد أنه يعني حسن فعله وأنه فعل أفعالا كثيرة، فهذا يجعل العبد لا قيمة له عند مولاه. كأن الله يقول له: يا عبدي، هل أنت الذي وفقت نفسك للعمل أم أنني وفقتك للعمل؟ إذن الموفق هو الله. إذن فالمتعب أن ترى عملك منسوبا إلى نفسك ونسيت ربك الذي تولاك ووفقك وأعطاك، هذا هو الناصب يعني المتعب. والجازم فترته لأن الجزم معناه القطع، الجزم معناه قطع. فالجازم معناه عند أهل الإشارات أنه يفتر ويتوقف عن سلوكه لمولاه. إذن الجزم معناه التوقف في الطريق الذي يسير فيه إلى الله عز وجل. نعم. فإذا خلى من الناصب والجازم كان مرفوعا عند الله عز وجل، يعني إذا لم يكن هناك ما يجعله بعيدا عن مولاه كأن يرى عبده وفعله لنفسه بدون توفيق من ربه،
ويفتر عن فعله الطيب وهو في سلوكه إلى الله، يعني يرى نفسه فعل ولكنه يتوقف. بهذين أتعب نفسه وانقطع عن ربه. فإذا كان العبد موفقا ليس هناك من ناصب ولا جازم، إذن سيكون مرفوعا عند الله عز وجل، وسيكون عند الناس لكن لا يلاحظ هذا، يعني لا يلاحظ أنه مرفوع بين العباد، إنما هو مرفوع عند مولاه الذي تولاه وأعطاه وكرمه في أولاه وفي أخراه. نعم. فإذا سلم العبد من الملاحظة والفتور، ارتفع ملاحظة العمل والفتور عن العمل، ارتفع قدره عند العزيز الغفور إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. إليه يعني إلى الله يصعد الكلم الطيب، الكلم النافع، يعني عباراتك الطيبة وكلامك الذي فيه صلاح النفس والذين من حولك، هذا الكلام الطيب يصل إلى الله عز وجل ويصعد إلى مكانه عند الله، والعمل الصالح يرفعه الله إليه ليثيبه عليه في دنياه ويثيبه عليه في أخرى، لأن ربك لا يضل ولا ينسى، أي شيء فعلته ستراه عند ربك، وعلى قدر ما في نفسك من النيات يكون العطاء من رب البريات، ونسأل الله أن نكون كذلك. نعم. هذا الفعل المضارع. نعم. فصل في الفاعل والمفعول. طبعا معروف أن الفاعل في نحو اللسان الذي فعل الفعل، ولذلك شرطه أن يتقدمه الفعل، وهذا عند البصريين، البصريون يقولون الفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا تقدمه فعله، كتب محمد، إذن لابد من أن تكون كتب في المقدمة، فإذا أخرت فإن الفاعل لا يكون ما بعدها، وإنما الفاعل سيكون ضميرا يعود على ما تقدم، محمد كتب، ويعرب محمد على أنه مبتدأ، كتب فعل ماض، والفاعل مستتر تقديره إيه؟ هو يعود على من؟ على محمد. الكوفيون خالفوا، ونحن نعلم بأن الكوفيين دائما على الطرف الآخر مع البصريين. البصريون يقولون لابد أن يكون الفعل مقدما، الكوفيون يقول يعني وماذا لو تأخر؟ الفاعل في المعنى هو هو. أحد مشايخنا في كلية اللغة رحمه الله أيامنا دخل طلاب الثانوية العامة، كانوا قد فتحوا الباب يعني أظن سنة ولا يعني سنتين، مهم أنها ما دامت، فدخل طلاب من الثانوية العامة إلى كلية اللغة، فلما جلس الطالب والشيخ من العلماء الكبار يتكلم عن الفاعل وأنه لا بد أن يتقدمه فعل، ولو تأخر الفعل عن هذا الفاعل صار الفاعل في صورة أخرى هي المبتدأ، وبعد أن قال هذا الكلام قال يعني أريد واحدا يعرب محمد كتب، فنظر في الطلاب ورأى طالبا يعني مشغولا، قال قم أعلم محمد كتب، قال يعني محمد كتب يبقى هو الذي كتب، إذا محمد فاعل. الشيخ حزن لأن طالب اللغة بعد 9 سنوات في المعاهد، كانت كذلك 4 في القسم الابتدائي الذي سمي بالإعدادي و5 في القسم الثانوي،
بعد 9 سنوات يقول محمد هنا فاعل. جلس الشيخ على مكان وقال والله ما في هذه الكلية أحد يقول إنه فاعل. ثم قال يا أبونا من أي الدراسات أتيتنا؟ أنت أزهري؟ قال لا، قال لا لا لا، أخرج من عندنا، وذهب إلى مكان آخر. لكن حينما تقرأ للكوفيين يقولون بهذا الكلام، ورده البصريون قالوا كيف اسم وقع في أول الكلام، كيف تعربه فعلا؟ لم يأتي الفعل بعد، وطالما لم يأتي الفعل يجوز أن يكون في مكانه اسم آخر، محمد أخوك. إذا محمد مبتدأ وأخوك خبر، فكل اسم وقع في أول الكلام لابد أن يكون مبتدأ، اسم مرفوع. يعني لو كان منصوبا لقلنا إذن هناك ناصب لم يتقدم، إذن هو متأخر. كما إذا قرأت إياك نعبد تقول إيا هنا ضمير نصب، إذن هناك ناصب لو لم يتقدم فهو متأخر، وتأخره إنما هو لسر، وهذا السر عند البلاغيين يقال فيه إنه تأخر الفعل ليكون مختصا بالمقدم. إذن العبادة تخص المولى عز وجل، إذن لا عبادة لأحد سواه. هنا الشيخ يأخذ هذا الكلام ويعطينا منه إشارة إلى ما في القلب من المعاني. طبعا هذا هو الفاعل، أما المفعول فهو الذي وقع عليه فعل الفاعل. أكرم محمد عليا، إذن عليا هنا تعرب به مفعولا به لأن الكرم وقع عليه. هذا هو الفرق بين الفاعل والمفعول، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. نعم، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. نعم. فلما رأى العارف أن لا فاعل إلا الله تعالى عظم قدره ورفع ذكره وفضع من جلاله وتواضع عند شهود كماله ورأى نفسه مفعولا فانتصب لعبادته، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أخذ فاعل وذهب بمعناه إلى أعلى الدرجات. قال الفاعل في الحقيقة هو الله، لأنك لا تفعل شيئا إلا بتوفيقه، إذن فهو سبحانه وتعالى الفاعل الأصلي، وأنت فاعل مجازي بتوفيق الله لك. فلما عرف العارف بالله أن الفاعل في الحقيقة هو الله انتصب ووقف أمامه ليكون عابدا لله، لأن الله هو الذي أعطاه، ولذلك صار الفاعل مرفوعا لأن الله له قدره العالي الرفيع. ولذلك جاء في اللسان، يعني جاء في الكلام الفاعل برفعه ليدل على المعنى الأصلي في الرفع، فكأن رفع الفاعل في اللسان يدل على أن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، فالمناسب له أن يكون رفيع القدر. أما نحن فننتصب أمام الله واقفين، لأنه يقال انتصب يعني وقف أمام الله، فإذا كان كذلك فإنه يقف منتصبا لمولاه شاكرا له على العطاء، لأن المفعول أخذ من الفاعل فعله، أكرم محمد عليا، إذا محمد هو الذي أكرم، وعلى هذا فمحمد بإكرامه صار رفيعا عند المفعول وصار له شأنه عند المفعول. أما المفعول فوقف متواضعا ليأخذ ما يعطيه له الفاعل، أكرم محمد عليا. هذه المعاني يعني أخذها
الشيخ القشيري وجعلها ليعلم الناس من خلال الكلام أن كل شيء في الوجود إنما هو بإشارة المولى عز وجل. ولهذا لما تكلم الناس في العلم والتعليم قالوا المعلم في الحقيقة هو الله. طب والكتب والمدرسين والعلماء الذين يأتون والجامعات والكليات والمدارس والمعاهد؟ قالوا هذه كلها وسائل، ولكن المعلم في الحقيقة هو الله عز وجل. ولهذا يعطي العلم بوسيلة وبدون وسيلة. ولهذا جاء في القرآن: فوجد عبدا من عبادنا، وجد يعني سيدنا موسى ومعه صاحبه، فوجد عبدا من عبادنا، يعني عبدا يعني أخلص نفسه لله، من عباد الله فانتصب لمولاه في جميع أوقاته، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. يبقى إذن من الذي علمه؟ الله عز وجل، من غير وسيلة. وعلمناه من لدنا. ولذلك يسمى هذا العلم الذي هو بدون وسيلة يسمى علما إيه؟ لدنيا، لأنه جاء من الله إليك بلا وسيلة. وهذه الإشراقات وهذه الإلهامات نراها عند الصالحين. يعني الصالح ربما يأتيه السؤال ما قرأ عنه لا في كتاب وما سمع عنه من شيخ سابق، إنما حينما يأتيه السؤال يرى نفسه مع مولاه يقول يا رب علمني، فيأتيه الخاطر يكون جوابا للسؤال جوابا مسددا. إذن هذا هو العلم الذي يقال فيه إنه علم إيه؟ لدني، يعني جاء من الله عز وجل كرما لعبده وإلهاما لمن وقف منتصبا لمولاه. فمن انتصب لله تولاه وعلمه علما من لدنه. ولذلك قال واتقوا الله ويعلمكم الله. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان من فضل الله عليه وتوفيقه وإكرامه كان إذا قرأ الصفحة حفظها من قراءة واحدة. هل هذا بفتوة الإمام الشافعي أم بتوفيق الله؟ بتوفيق الله. ولهذا كان إذا جلس في الكتاب وهو طفل صغير لا يكتب في اللوح، إنما جلس أسبوعا يستمع من الأولاد الذين يسمعون على سيدهم ما يحفظون، فكلما سمع حفظ. في آخر النهار جلس أمام سيدنا، يا سيدنا، قال نعم. قال الولد الأول قال يعني سورة أنا لا أعرفها، لكنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كذا 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 كذا، سمع له اللوح الأول، والثاني كذلك، الثالث كذلك. مكث أسبوعا على هذا الحال. فلما جاءت أمه أنه كان يتيما وأعطت لسيدنا شيئا من المال في أنه يعني درب الولد على الجلوس مع الأولاد، قال يا فلانة أنا ما علمته شيئا، ده هو الذي كان إذا سمع حفظ ويأتيني في آخر النهار لأسمع منه ما حفظه من الأولاد. إذن هذا يعني ما تعبت معه في شيء، فكيف آخذ شيئا؟ ولذلك حفظ القرآن في مدة وجيزة على سن السادسة كان قد حفظ القرآن وراجعه، وأخذته أمه وهو في السابعة وذهبت به إلى مكة. ودارت الأيام وأراد أن يذهب إلى الإمام مالك في آخر المطاف، يعني هو لم يرد أن يذهب إليه من أول الأمر،
لما قال الإمام مالك فيه شدة ويحتاج إلى طالب يعني فيه همة، فأنا أجعله في النهاية. فطاف على العلماء الذين كانوا في مكة، والذين في اليمن، الذين كانوا في العراق، الذين كانوا في بلاد الشام، ثم جاء مرة ثانية وجلس في مكة، ولم يبق إلا الإمام مالك. فواحد من التلاميذ الإمام مالك قال: يا ابن إدريس، كنت تريد التلمذة على الإمام مالك، فاقرأ شيئا في الموطأ. موطأ هذا كتاب الإمام مالك، فيه الأحكام الشرعية، فيه الأحكام الشرعية من خلال القرآن والسنة، يعني هو كتاب حديث وفقه في آن واحد. فطلب الكتاب من واحد من تلاميذ الإمام مالك فأعطاه الكتاب. الكتاب الآن مطبوع يعني في أكثر من 500 صفحة بالحرف الصغير. إذا في أيام الإمام الشافعي كان في حدود 2000 من الصفحة بالحرف الكبير وبالصفحة الواحدة، يعني حمله بعير. فأخذ الكتاب وعكف عليه الإمام الشافعي، يعني ترى كم سنة ليحفظ فيها الكتاب، كم شهرا مكث على الكتاب؟ 18 يوما بلياليها. كم؟ 18. فخرج من قراءته للمرة الأولى بحفظه تماما من أوله إلى آخره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك لما ذهب للإمام مالك، فالإمام مالك يعني لما التقى به ومعه أمير المدينة كان ما كان، قال له: يا ابن إدريس، المجلس هناك في روضة الإمام، روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأصطفي لك من تقرأ معه الموطأ. الإمام الشافعي قال: يا سيدي، أنا حرصت على هذا، فأنا حفظت الموطأ عن ظهر قلب كما أحفظ القرآن. قال الإمام الشافعي، وكتب هذا في حياته بخط يده، قال: فنظر الإمام مالك إلي ساعة. ساعة يعني فترة، كلمة ساعة في اللغة معناها مدة تقل وتكثر، الدنيا كلها ساعة. قال: فنظر إلي ساعة ثم قال: اسمع يا ابن إدريس، إن الله وضع في قلبك نورا فلا تطفئه بمعصية الله. إذا معصية الله ماذا تفعل؟ تطفئ أنوار العلم وأنوار الدين وأنوار اليقين. فأخذ الإمام الشافعي هذه النصيحة، قال: ولما جلست معه أخذت شيئا من الأوراق، يعني أوراق الموطأ، قال: لعلني أنسى، لأن الإنسان من النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فقال: أسمعني، أنا الذي أسمع منك الموطأ. لم يقلها لأحد سواه، لا من قبل ولا من بعده. قال: فلما أسمعته أخذت أقرأ من محفوظي، وكلما أردت أن أريح الشيخ ينظر إلي ويقول: هيه يا ابن إدريس، هيه بمعنى قل زد. قال: حتى أسمعته الموطأ من أوله إلى آخره في جلسات ما فتحت الأوراق مرة واحدة، رضي الله عنهم وأرضاه. سأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، وفي الطاعة سائرا،
ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، ألبسنا ملابس أنوارك، وزب أيدينا إليك في كل أمورنا، واجمعنا مع الصالحين والصادقين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الستر وحسن الختام يا الله يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلي العصر إن شاء الله.